كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، يلاطف أهله أكرم بزوج، يعف الأهل يغمرهم حنانا، فكم خصف النعال وخاط ثوبا، وكم من شاته ملأ الجفانا. زعيم القوم خادمهم، فطوبى لمن خدم الرعية أو ألانا. تشبه بالنبي تفز بدنيا وأخرى، والشقي من استهانا. فأخلاق الرسول لنا كتاب، وجدنا فيه أسمى مبتغانا. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. Likey.